احنا اليوم استضفنا في لجنة الاجتماعي مجموعة من المدربين محاميين ومتطوعين والمؤسسات الأخرى صديقة. استضفنا الملتقى الأهلي أو المنتدى الأهلي لسيادة القانون. هذه الورشة اليوم بتهدف لتفعيل دور سيادة القانون في المجتمع المحلي من أجل المنفعة كمان من القوانين أو من القانون العام اللي بيهدف لخدمة مجتمعنا المحلي. بدأ تحكي لنا الورشة يعني هم محاميين ومستشارين قانونيين بدهم يحكوا عن كيف يحق المطالبة بالقضايا المدنية، مطالبة بالتعويضات المادية للشعب يعني بشكل عام. هلا يعني احنا كأفراد عاديين ما نعرفش كيف مثلا يكون لنا حقوق، مثلا لو صار لنا علينا انتهاكات من اي اتجاهات، مثلا تكون هاي الاتجاهات يعني معنية في هذا انها كموظفين دولة او اماكن يعني عملنا، كيف ان نتخذ اجراءات قانونية ان نوصل لحتى نطالب بحقنا ونحصل عليه.